القهوة لا من غربة الإنسان والوطن والتاني من قرصة الأحزان الغزية لما بتجوع بتلاقي تاكل، انما احنا مش مسموح لنا بالاكل غير ساعة الراحة. مرة يسأل فاضل نص ساعة. بيت نفسك تاكلي ايه؟ نفسي اكل فرخة محمرة وشوية ملوخية ويا سلام لو طبق رز. عرفت، يعني فنجان مقلي وطماطم بالشط. وانت عرفت ازاي بقى؟ هو احنا بناكل غيرهم؟ على رأيك ده احنا حتى ما بناكلش غير عند اختك. يعني عليها شقيان واحدة تتعب وتشقى وتطفح الكوتة واخر النهار تيجي تاكل ما تلاقيش غير الطماطم اللي بالثوم والبتنجان المقلي قطيع. احمدي ربنا انك بتشتغلي وبتاخدي فلوس. شايفين النسوان المتهنية ماشية تتمخطر تقول يا ارض معاليك اللنا، ده دراعها مش قادرة تقيمه من الذهب اللي لابساه. واحنا هيجينا يوم يبقى عندنا ذهب زي ده؟ بكره تلاقوا عدالكم وما تحتاجوش لحد. هو فين العدل ده؟ ما انا بقالي سنين مستنيه ولا حد خبط ولا جالي اتفاق. اشتكتي للرجاله يا راي. طب قول لي يا بلالة، انا مش فاهم انت عاوز ايه. عجول الناس هتشقى من طلعه الشمس لحد المغربيه، او كل نفر منيهم هياخد 4 قروش، وده ما يرضيش ربنا. انا مش عارف انت يقصد ايه، انت مش عاجبك الاجر مال انت ولا نفرات مال عمال مش عاجبه الاجر هو؟ كلنا يا خواجه كلنا. كل عمال مش عاجبه؟ ايوه خواجه. وليه ما يجوش يتكلموا زيك ويقولوا ان ما يعجبوا الاجره؟ خايفين يا خواجه خايفين. وانت ما فيش خوف يا بلالة؟ الحمد لله انا ما خافش غير من ربنا. برافو بلالة برافو. بلالة انت كم ياخد مرتب اليوم؟ يوم 4 قروش يا خواجة. 4 قروش فور بياسر. إيه انت من اليوم ياخد 3 بياسر 3 قروش. بتقول ايه يا خواجة؟ بقول قرشين. انت من اليوم ياخد قرشين. انت بتنقص بدل ما تزود؟ وحياة ربنا ده ظلم. ابو ليلى انت مش لازم يمسك شغل عندي، انت يمسك شغل مهلك تاني. انت بتكرشني يا خواجة؟ أبو ليلى أنا مش عاوز زعيم عندي، أنا عاوز حمال يشتغل زي ما أنا عاوز ويمسك فلوس زي ما أنا عاوز. أما راجل مفتري صحيح. ما تزعلش نفسك، أنت تيجي تشتغل هنا معاي. الشغل معاكي؟ الشغل معاكي إيه؟ هو رزقك ده هيقضي مين ولا مين؟ أو شيل الحمل عني شوية بدل ما أنا شغالة لوحدي طول النهار. الشغل معاكي إيه؟ ها؟ أقلب بتنجان ولا أقلب بتنجان؟ لا، تنظف الجوزة، ترص الحجارة فيها، وكرس الدخان. كله مقدر ومكتوب. هريدي هريدي ازاي الحال يا شباب؟ زيرو الحمد لله. قول لي يا ريد، انت تعرف ابو العيله همام؟ معرفه جامده. ابو العيله همام؟ ايوه نعرفه. انت عايزه في حاجه؟ كنت عاوز اناسبه. تناسبه مين في اخواته؟ ريا ولا سكينه؟
راي يا هريتي راي. واسم الكريم ايه؟ فتح الله فتح الله سعيد مراي. ومن غير مؤاخذه يا اخ فرج الله سعيد مرعي، انت شفتها فين؟ فتح الله فتح الله يا ابو العلة. شفتها لما مؤاخذه عند امك واكلت من ايديها البتنجان المقلي. حلو حلو البتنجان يا فرج الله. كان طعم طعم قوي. صدق انا اول مره اشوف واحد يستمخ من البتنجان. فتح الله ده راجل ويرضى بجليلة أبو العلة. قلت يا أبو العلة موافق نقرأ الفتحة؟ إن كان علياني ماليش دعوة، المهم البدنجانة توافق، مهم البدنجانة توافق يا فرج الله. كده من غير ما تشوفيه هو مش راجل زي بقية الرجالة. خلونا نخلص كده غمادي. الراجل راجل ما يعيبه غير جيبه. الراجل يعلى مقامه في عين الحرمة لما تكون سحنته حلوة. مين اللي قال الكلام ده يا مايلة؟ الراجل يعلى مقامه في عين مراته لما يقدر يصونها ويكفيها شر الحاجة. معاك يا حاج ياما، أنا عايز ارتاح بكفاني شجن. الراجل لو طلعته سمحة أنا أشتغل واشكى لأجل ما هو يرتاح. يا أختي ربنا يرزقك باللي تريحي ويشجيكي. ما كفاياك يا سكينة، انت ما حرمتيش من اللي عملتيه في البلد وجبت لنا نعاري. يا ماكله ناسك. مين اللي يقدر يهرب من مكتوب يا ابو العيله؟ مكتوب علينا يا ولدي. نهايته احط يدي في فتح الله ونقرا فتحه يا ولا ايه؟ اقرا يا ابو العيله اقرا. على بركه الله على بركه الله يا ولد، اقرا معاها الفتحه. خلونا نسطروها. يعني نقول مبروك؟ ايه حيلك، مش لما نشرب حاجه عشان نعرف نتحدى؟ طبعا طبعا. الشاي فين يا دي عمير؟ وحجر دخان يا عمير. انا ماليش في الدخان. انا ليا. طيب نخش في الموضوع. العروسه ليها شروط. شروط زي ايه؟ يعني بدها ترتاح تتستت والشغل مش لادد عليها. موافق نقرا الفتح. ومش رايده تقلي بدنجان في الشارع، عايزه تقليه في البيت عندك عشان تستمخ لوحدك. موافق نقرا الفاتحه. انت مستعجل ليه يا ولد مرعي؟ اياكش تقلي البذنجان بعد اسبوع بعد اتنين. خير البر عاجله يا هريدي. يوافقكم يوم الخميس كاتب الكتاب يا ابو العلي. هي هبه ليصه هبه ليصه، مش لما نشور على الجماعه عشان نعرف الخميس عندهم يوافق ايه. موافق نقرا الفاتحه، بس اول ما تجيب خبر ابقى قول لي يعني عشان الحق ابلغ اخويا حصب الله. ما تبلغ اخوك حصب الله وانا عايشك. لا ما وصله في اسكندريه بيشتغل غفير على جنينه فواكه هناك. زي ابو سليم يعني. مين ابو سليم ده؟ لا ما تاخدش في بالك، ده واحد حدايا جنينه فاكهه كان سبب طلوعنا من البلد الله يكحمه. يبقى نقرا الفاتحه.